تلاميذ السنة الرابعة المتوسط، السلام عليكم. تحضيرا لاختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات، هذا تمرين مأخوذ من اختبار. أقرأ التمرين. انشر وبسط العبارة 3 إكس ناقص 1 لكل أسهم، لتكون العبارة الجبرية أو حيث أو تساوي 2 إكس زائد 3 ضرب 3 إكس ناقص 1 زائد 9 إكس مربع زائد 1 ناقص 6 إكس. السؤال الثاني، حلل العبارة أو إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى. ثالثا، حل المعادلة 5 x زائد 2 ضرب 3 x ناقص 1 تساوي 0. نجيب عن السؤال الأول، انشر وبسط العبارة 3 x ناقص 1. نشر وتبسيط العبارة 3 x ناقص 1 كل أسهم، 3 x ناقص 1 كل أسهم. هنا لدينا جداءات شهيرة من الشكل A ناقص B كل مربع تساوي A أس 2 3 x كل مربع زائد B أس 2 1 أس 2 ناقص 2 في A في B 2 ضرب 3 x ضرب 1 تساوي 3 x كل مربع تساوي 9 x أس 2 1 أس 2 تساوي 1 2 في 3 6 في 1 6 ناقص 6 x. وهكذا نكون قد نشرنا وبسطنا العبارة 3 x ناقص 1 كل أس 2. ثم لتكون العبارة الجبرية E حيث E عطاوها لنا هي. سؤال، حلل العبارة E. الجواب على السؤال الثاني، تحليل العبارة نكتب E تساوي 2 x زائد 3 مضروبة في 3 x ناقص 1 زائد 9 x مربع زائد 1 ناقص 6 x. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هذه 9 x مربع زائد 1 ناقص 6 x هي نفسها هي، نعوضها ب 3 x ناقص 1 كل مربع. نكتب 2 x زائد 3 مضروبة 3 x ناقص 1 زائد هذه العبارة 3 x ناقص 1 كل مربع. هنا يوجد عامل مشترك 3 x ناقص 1 3 x ناقص 1. نخرج 3 x ناقص 1 عامل مشترك موجودة في الطرفين. هنا نخرج 3 x ناقص 1 يبقى 2 x زائد 3. وهنا لدينا 3 x ناقص 1 كل مربع هي تساوي 3 x ناقص 1 ضرب 3 x ناقص 1. نخرج 3 x ناقص 1 تبقى لنا 3 x ناقص 1 3 x ناقص 1. هذه واحد تساوي 3 x ناقص 1 مضروبة في 2 x زائد 3 زائد 3 x ناقص 1. نواصل 3 x ناقص 1 2 x زائد 3 x 5 x زائد 3 ناقص 1 زائد 2. وهكذا نكون قد حللنا العبارة E. تحليل معناه طرفين يوجد عملية الضرب تحليل. بينما النشر هي عبارة جبرية يزيد فيها الجمع والطرح. هذا النشر، هذا النشر، هذا التحليل. يجي جدا سؤال ثاني، ننتقل للسؤال الثالث وهو مطلوب حل المعادلة 5 x زائد 2 في 3 x ناقص 1 تساوي 0. جواب، حل المعادلة 5 x زائد 2 مضروبة في 3 x ناقص 1 تساوي 0. هنا جدا عاملين، إما 5 x زائد 2 تساوي 0 أو إما هذا يساوي 0 أو هذا يساوي 0 أو 3 x ناقص 1 يساوي 0. نبدأ بالأول، 5 x زائد 2 تساوي 0، واش معناها؟ نضرب أقواس x نجر الطرف الثاني يرجع ناقص 2 تساوي ناقص 2 x تساوي ناقص 2 على 5. العبارة الثانية،
3 x ناقص 1 تساوي 0 ناقص 1 ترجع للطرف من هنا تولي 3 x تساوي 1 و x تساوي 1 على 3 بالتالي نكتب هنا يمكن أن نقول ناقص 2 على 5 1 على 3 هما حلان للمعادلة وهكذا نكون قد انتهينا من حل 8 إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.